مساء الخير. سوري بس وقعت ربا. بعد درجات الحر، بعد درجات الحرارة المرتفعة اللي شدناها. سوري. صار لك شيء؟ إذا طقس ربيعي عم بيسيطر على الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، الحرارة ببيروت عم توصل ل 12 درجة. سوري. 12 درجة ببيروت، 3 درجات بالأرز و 12 درجة ببعلبك. بكره الطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، بكره الحرارة ببيروت عم توصل ل 24 درجة، 16 درجة بالأرز و 22 درجة ببعلبك. الرياح لبكره عم بتكون متقلبه، حال البحر معتدل ارتفاع الموج، حراره المي 18 درجه، اما نسبه الرطوبه فعم تتراوح بين 40 و65%. طقس الايام اللي جاي على الشكل التالي، بكره الاثنين 24 درجه، الطقس عم بيكون قليل الغيوم سوري لغائم جزئيا، 24 درجه، 21 درجه نهار الثلاثاء، الطقس عم بيكون غائم جزئيا، احتمال لامطار متفرقه. لنهار الاربعاء الحراره على انخفاض، عم توصل ل 20 درجه وبتستقر الحراره على 20 درجه. شكرا لك فادية، يعطيك العافيه.